هذا يعني الحفل اللي تقام لتسليم الجوائز الفائزين في إطار المباراة اللي كان نقوم بها على هامش الدورة، هذه الدورة 15 ديال المعرض الدولي للفلاحة، والمربيين لا ديال الأغنام ولا ديال الأبقار، الحلوب وديال اللحوم وكذلك والإبل والماعز. ف يعني مباراة اللي كنحاولوا كتحفيز للمربيين ديال هاد السلاسل، هاد السلاسل اللي كتعطينا يعني تموين ديال السوق الداخلي ديال بلادنا، لا من الحليب لا من اللحوم وكذلك مواد اخرى كالصوف وما الى ذلك. فالحمد لله شفنا المنتوج الوطني واللي عنده يعني مؤهلات جد مهمه، وشفنا هاد الابقار يعني السلالات اللي متنوعه حسب المناطق، واللي عطات واحد المنتوجية جد مهمة. وهذا الشيء طبعا داخل في إطار التنمية ديال السلاسل والعقد البرامج اللي مع المهنيين، واللي غادي يكون عليهم عندهم واحد الدعم في هذه 10 سنوات المقبلة باش نمشيو للتوازن ديال السلاسل ونمشيو إن شاء الله من رفع الإنتاجية والدخل ديالهم وكذلك التمويل ديال السوق الداخلي. السلام عليكم، أنا الفرصة محمد من مدينة سيدي بنور، جيت هنا المكناس باش نشارك بهذا العجل أزرق بلجيكي، وحد الآن ديت الجائزة الأولى وسهرنا عليه باش نشاركه هنايا وباش نتلاقاو مع سيدنا في المعريض وسيد سيدي الوزير. والحمد لله عندنا صعوبة في الأكل هذا العام، عندنا العلف غالي شوية، تمردنا ونطلبوا من الله، الله يصوب والله يكمل بخير والله ينصر سيدنا.